مساء الخير ديانا. بالحقيقة عادت قصة تاشيش إلى الواجهة بعد أكثر من شهر ونص على عرض التقرير الخاص اللي عرضته الام تي في، وكنا أشرنا خلاله أنه هناك شبكة عم تنمد، وتبين أن شبكة لحزب الله هي شبكة اتصالات مرادفة لشبكات الاتصالات اللبنانية المعروفة طبعا، وقد تم تهديد رئيس البلدية على خلفية منعه لأشخاص كانوا عم يعملوا على مد هالشبكة على تخوم ترشيش كانت بلشت بحزرتها والتويتي وهي كانت واصلة على ترشيش، فتدخل رئيس البلدية وتم تهديده بعد التدخل ومنع الفرق من متابعة عملها بحياته عبر التوجيه إنذار لأحد الحراس. اليوم وبينما كانت وزارة الاتصالات عم تعمل بشكل روتيني وتمد كابلات بالمنطقة، كان في محاولة لبعض الأشخاص اللي موجودين بالمكان، وهن نفسهم اللي كانوا موجودين من شهر ونص اجوا وحطوا أنابيب بلاستيكية وأرادوا أن يبلشوا بعملية مد الكابلات فوق كابلات الدولة، مما أثار غضب أهالي ترشيش، والبلدية طبعا استفسرت عن الموضوع فتبين أنه الأشخاص عم يحاولوا يمدوا شبكة تابعة لحزب الله. طبعا أهالي البلدة كانوا كتير متفاجئين وأعروا للأم تي في عن سخطهم وتمسكهم بالدولة كمرجعية ورفض أي مرادف للدولة، محملين المسؤولية لمجلس الوزراء للتدخل ومنع والحقول دون تفشي هذه الظاهرة يلي بتأثر على سيادة الدولة واستقرارها، وقد تحول منطقة ترشيش إلى بؤرة أمنية لحد أولون مثل كثير من المناطق. طبعا كان في اجتماع بين رئيس البلدية من جهة ورئيس العلاقات العامة في حزب الله حسين جنبي يلي اجتمع مع عدد من أعضاء من حزب الله والبلدية وفعاليات المنطقة بمبنى البلدية بترشيش. كان اجتماع علمنا أنه صاخب وكان في سجال داخل الاجتماع، في حين أكد رئيس بلدية حزرتها أنه لم يكن كذلك، ولكن معنا إلى جانب الأستاذ كان حاضر بالاجتماع أستاذ ماجد سعيفين، كنت موجود بقلب الاجتماع وكان الحديث يمكن مشنج شوي، ليش وعلى خلفية شو صار الحديث يعني اللي انتهى بمغادرتهم بسرعة؟ حقيقة الأمر نحن حضرنا الاجتماع بناء على طلب من رئيس البلدية، وكان بداية الاجتماع هادي ورايق، فتفاجأنا أنه بالطرح اللي عم يطرحوه علينا أنه خلال 48 ساعة نحن بنمد شبكة الاتصالات حتى لي توصل بمجد الترشيش. طبعا نعرف مجد الترشيش في قضاء المتن الشمالي، فنحن حقيقة الأمر كأهالي بلد موحدين موقفنا ورافضين هذه الشبكة، انطلاقا من أنه هذه الشبكة مش تحت سلطة الدولة ولا تحت وزارات الدولة، هي فوق الدولة. فخلال الاجتماع نحن وياهم بالنقاش تفاجأت بحديث معهم أنه شبكة الاتصالات بعد مش من زمان في 7 أيار، فكان جواب أنه شبكة الاتصالات كان في نتيجتها 7 أيار، وممكن هلأ هاي شبكة الاتصالات في 7 أيار. نحن ساعات اضطرينا نسحب من الاجتماع، وبحب أقول هون أنه موقف أهالي ترشيش هو موقف موحد بكل الأطياف وبكل الأحزاب السياسية، وكبلدي كلنا سوا موقفنا موحد. نحن أقله بما يعنينا مش حنسمح هذه الشبكة تمتد بمنطقة ترشيش، وهون على الدولة أنها تتحمل مسؤوليتها. وأنا بغتنم هذه الفرصة من الام تي في لنوجه نداء لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء ولمدير قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي للتحرك سريعا لوقف هذه المهزلة اللي عم تصير بترشيش، وشكرا. إذا قام يجدر الإشارة أنه بعد شهر ونص على عرض التقرير تفاجأوا أهالي ترشيش كما سمعنا منهم لعدم تحرك الجهات المعنية إن كان وزارة الداخلية والوزارات المعنية لتوقيف أو على القليل إفادهم بشو عم يصير داخل بلدتهم، أي شبكة عم تنمد، شو هي نطاق عملها الشبكة، لمين بتروح وكيف بيستفيدوا منها الأشخاص اللي عم يمدوها، هيدا الشيء اللي هني ما بيعرفوا بعد. أيضا منسق اللجنة المركزية بحزب الكتائب النائب سامي الجميل كان أجرى سلسلة اتصالات وتابع الموضوع ميدانيا، وكان له هالحديث مع الام تي في اللي رح نسمعه هلا. حزب الله عم بيدق بكرامة الناس، لأنه هالناس هو يلي موجودين بهيدي المنطقة هن أبناء الدولة اللبنانية، ما عنهم أبناء دولة تانية، بالتالي وقت يصير هالشي هيدا تعدي على أملاكهم وتعدي على أمنهم، لأنه وجود هالشبكة بهيدي المنطقة هو خطر على أمنهم، لأنه بكرة إذا إسرائيل بدها تقصف وين رح تقصف؟ رح تقصف بترشيش، مزبوط؟ طيب نحن عم نقول انه اي شيء من هذا النوع بده يصير بده ياخذوا اذن اهل المنطقه، اهل المنطقه مش موافقين وهيدي البلديه منا موافقه،
ولكن يلي عم يحصل بيتخطى البلدية وأعضاء البلدية وأهل ترشيش. هذا الشيء بيتعلق بكرامة كل إنسان. منحمل مسؤولية لحزب الله ومنحمل مسؤولية للدولة اللبنانية ولوزير الداخلية ولوزير الدفاع ولرئيس الحكومة أي شيء بيحصل بترشيش من هلأ وبالطالع. وما حدا يفكر أنه هيدي المنطقة سايبة وأنه مين ما كان بيجي بيحفر فيها وبيمت فيها وبيمشي فيها وبيتسلى فيها. هيدي منطقة منا للتسلية.